تاع حياتي جوار تونس عندنا برشا جديد وميركاتو بشويه بشويه قرب يسكر البيبان نتاعو واكثر الكلام فلان باش يمشي جماعي كبير فلان هاو باش يمشي لوروب فلان هاو ترشني فلان هاو ترشني زي برجوليه بيناتنا ما غير عور ما غير حتى شيء تنتي بينك وبين روحك حكايه مريح في نابولي تصدقها صحيح نتمناو انه نشوفوا مريح في نابولي وصحيح 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 إيه لكن برجوليه سيرتو انه خبر يهبط معناتها من واحد عادي اجون عادي ولا اللي هو ولا صحافي عادي مش جيريك تصدق تونس كامله صاي كابشت الموضوع ذاك راه حكايه مريح في نابولي راه ما فهمش منها تجور ليلتها وقت اللي هبط الخبر قاعد يتخلى في حمامات ما عنده حتى فكره ولا عنده حتى علم هو ولا جون بتاعو هو خبر خويا حسري روح الهدره راه حكايه مريح في نابولي راه ما زدت فما حد شيء ماش موجوده لا اوفر اوفيسيل ولا ودي فماش منها لوفر وما حد شيء انتري صغير نجم نقول صغير جوست جات دوسي مريح قدام مسؤولين راهم فما حد شيء راه حالي كيف حكايه البدري فيرين نفس الموضوع كم ناكد لك الخبر اللي البدري موجود في القائمه اللي باش تلعب شامبيونز ليغ تاع الافريك معناتها الاسبيرونس ظاهره ماش باش تصايبوا في ميركاتو هذا هاو خبر حسري اخر اما برجولي بيناتنا اللي باش نسميهم توا راهو مش من راهم فما كيما نقولوا احنا 50 50 50 باش نتقلوا 50 لي فما اللي سايق فما اللي على الشعر مازلت شويه حكايه خفاف بينه هو والجمعيه ولا جامعته والجمعيه الاخرى باش يتفاهموا على الترانسفير نتاعو 10 جوارات باش نسميو 10 جوارات راه باش تدخلوا جمعيات العاشر جندو بي فيرجيني سيسي الوسط نتاع الزمالك نتاع ليكيب ناسيونال اللي عمره 27 سنه واللي الكار طرح بطرح نجم نقولوا ما كانش كل فرجاني اللي متعودين بيه في مصر ولا في الزمالك ولا دا اللي قدموا في الزمالك مش هو بيدو في الكيب ناسيونال رئيس الجمعية تاع الزمالك مكبش فيه شات فيه صحيح ماذا بيه خلي فرجاني ساسي في الليفكتيف اللي عنده لكن خويا الامور بدات تكسيح سيرتو ان الهلال دخلت الموضوع وكما تعرفوا الهلال خويا تهاون على اي ملاعبي هاونت على جوفينكو كاريلو هاونت على برشا كارلوس ادواردو معناتها مش جاي في حكايه فرجاني ساسي وباش تخف غادي نجم خويا تهاون عليه وتجيبه حاجه كده هذاك علاش نشوفوا انا فرجاني اساسي 50 50 50 باش يبقى في الزمالك و50 باش ينتقل الى السعوديه وعنده دي زوفر اخرين زاد من السعوديه حتى من قطر التاسع حكيت عليه قبل وبرج ولي من طو نعاود نقول اللي للجامعه لازم تتحرك خويا لازم تجيبه دبر راسك اعمل اللي تحب المفيد درت جون هذايا الطالون هذا احرك عليه مفيد جيبه لتونس خويا اقنعوا اعمل اللي تحب تعطيه بروجي سبورتيف المفيد اقنعوا حاليا من موناكو باش ينتقل مانشستر يونايتد سوم ترانسفير نتاعو 10 ملايين يورو وانت حاول افهم الموضوع 16 سنه ينتقل خويا من موناكو المانشستر انت شوف العمر 16 سنه مانشستر حبت عليه بايرن حبت عليه يوفنتوس حبت عليه شكون حب عليه اليوم حبت عليه جمعيات قد شعر الراس حبوا عليه حبوا يجيبوه وانت التو ولا تحركت ولا جبت الدوسي ولا عملت شيء رئيس الجامعه الا سي لما تخرب باش تحرك تي من تو حرك عليه ما دامش يجي مانشستر راهي فرنسا باش تزيد تكبش عليه اكثر وباش تفيه صحيح وباش تجيب ونعرفوا عاد خويا السيناريو باش يصير ومن بعد خويا نقولوا ينعم بول وقت كيفاش الملاعب هذاك خويا ما حابش شرف تونس تي اكيد تي من صغره انت هاك ما درتلوش هاك ما تلفتلوش حتى يدك باش تمديهالو ما عملتيش الثامن بو حاليا مزيكي شد انترينر في مستير سيف الدين الشابي ولد لسعد جراده لسعد الشابي كيف كيف تمشي جماعي مش خايبة في النمسا جامعة كور ديفزيو 1 وستابلو يشو خرج من جامعة اللي مزيكي طلعت خوي ديفزيو 1 في تركيا واللي هي غازيانتيب بشي تقل ما ترشبوك على فكرة السيزون اللي فاتت خوي ما مكورش برشا مع المقرنور اغلبية الماتش بين البنك ولا اورليست فما تراح كورهم داري كور قرابة 15 ماتش و15 ماتش اللي كورهم ماركة ثم 5 بونتو انا من الاخر نشوف الموضوع بيناتنا اللي كي يخرج من جامعة غازيانتيب ينتقل خوي مروح على النمسا علاش ليه نجم مترشح مع الجمعيه هذه خاطر برجولي في الديفيزيون 2 مش قاعد يكور برشا مع الجمعيه لونترينور هو بيدو متبدلش وجوارته ما بيدو مخرجوش بورسونتاج ما طبش يكور عام سنين باش يتيح شوي خويا برجولي ما غير خويا نبدا نكذب على بعضنا ما دامك خويا ماكش قاعد تكور برشا ماكش ماخو حقك شوف حاجه اخرى ما احسن هذاك اش ننصحو وين ونجم خويا في الجمعيه هذه يمشي ينتقل في النمسا علاش ليه نجم يترشق معك كيما ترشق مع ريد قبل جمعية في النمسا وقت اللي كان في ديفيزيون 2 جاي ميور بيوتور خويا في الشامبيون الثاني 28 بونتو في سيزون واحدة برجولي تنجم تعمل القرار مع الجمعية هذيك الحكاية كل محصورة فيك انت السابع كيف كيف نفس الموضوع قلت لك كلامي قلت له حنا باع المجبري نفس الحكاية لعيسى العيدوني برجولي يا جامعة تتحرك شنو هي الحالة واحد بالرسمي في الوسط من الاخر مش نستحقوا بركة في الوسط تفوت فوت كلامي هذايا تاع
تاكدوا عليه خويا، ادخل في اليوتيوب اكتب عيسى العيدوني واقعد تفرج درجي الفيديو ولا اللي هو اقعد تفرج، ومن بعد يجيني في الكومنتير واعطيني رايك. من ناحيه عمره صغير ومن ناحيه اخرى خير من اللي موجود حاليا في ليكيب ناسيونال. من الاخر ماشي خويا، انا باش نحل ياسر الملاعب ولا اللي هو كلام برجوليه، بيناتنا خير من برشا جوارات موجودين في ليكيب ناسيونال، خير من فرجاني سيسي. انا عندي كتفرجت فيه خير من فرجاني سيسي بالف مره. لا يزي صغير في العمر ولا يزي خير منه في اللي تحب انت، في كل شيء، في تكنيس يهرب بيه. 22 سنة باش يخرج من جامعته اللي كور معها في رومانيا فولونتاري، باش ينتقل واحدة من أكثر ومن أكبر الجامعات في رومانيا توا بوخارست، ثم ترونسير نتاعو اللي باش يصير ب 700 ألف يورو. على فكرة لعب في أونجي، لعب في برشا جامعات، لكن كالعادة الجامعة شيء شيء والموش موجود للملاعب. تمنعي بهكا راك كنت تسحقه في الكنرا، وكان ينجم يكون عندك سوليسيون كبيره في الكنرا ذي، كان ينجم واحد من اكثر جواريت تلقاهم يعبروا في الكنرا هذي. لكن على غالب السادس نفس الموضوع، عنده بيريود خويا حاير يمشي يمشي، سمعنا الاتوال، سمعنا الزمالك، سمعنا جيرونا، سمعنا سمعنا سمعنا، لكن في الاخر باش يخلط على جوار اخر كور معاه، والسيزون اللي فاتت مع بعضهم غالين الشعلالي باش يخلط عليه المالتاي سبور التركي. سي بون 90% في الجمعيه هذيك حسب كلام برشا من ديام من تركيا، حتى زاد بروجيت عمل تاي سبور كان نجم خويا يمشي جمعيه مخير، لكن لاجون كل شيء بين يديه، لاجون خويا هو اللي تصرف، جاب له كونترا خويا في تركيا باللي يكون خير ما يمشي للزمالك ولا خير ما يمشي للخليج. بيناتنا الخامس سمعنا لي برشا كلام، سمعنا اوفر اوفيسيال من سلافيا براغ، سمعنا ترشنيه في يمشي الجمعيه هذه وحبت عليه اهل جده وحبت وحبت وحبت، جاتو اوفر اوفيسيال من سلافيا براغ بواحد مليون يورو. لكن في الاخ الدوسي نتاعو ولا جون نتاعو خويا اقترحوا على شكون؟ على تولوز. مازال خويا الموضوع ماهوش طايب 100%، الدوسي نتاعو تحط خويا لدار تولوز، ندير هذا تسفيقسي اقل حاجه بيصايبو ب 1.5 ولا حتى 1.2 مليون دورو باللي يكون. نسيم هنيد مازال صغير صحيح، لكن تسايبو ب 1.2 يورو كاينو برشا، كاينك ملاعب مكبش فيه جاتو فرصه خويا باش يحترف وباش يمشي يلعب في لو نيفو، انت باش تحرمه منها. ومشاور تونسي راه عبر في تولوز، ايمن عبد النور طلع وعبر وعمل الكارير نجم نقولوا بدايه من تولوز. نسيم هنيدي نجم في تولوز يتطور ويتحسن يولي واحد من احسن ديفونسورات الفريق، يولي خويا تقا غول بالرسمي غول. لكن على غالب جمعيه تونس في قال الحكايه مكبشين وحدين صحيح، وقت اللي لازم نشجعوا على جواريتنا باش يعترفوا لبرا مش في السعوديه. الرابع خويا الشونس طاحت اقل من اللي كان، انا كي خدمت الفيديو بديت نحضر في سكريبت خويا وقت اللي الشونس كانت طالعه على السماء، لكن ترانسفير نتاع سام ماكسيم نيوكاسل من نيس نيوكاسل طيح البورسنتاج نتاعو على خاطر فما ايليه باش يخرج وباش يخلي بلاصه، دونك فرصة باسم اسرار في السيزون الجاي مع نيس باش يكول طلعت اكثر، وطاحت الكوتا نتاعو البورسنتاج اللي كان باش يمشي فيها النوت وقت اللي كان باش يمشي من نيس النوت بري موسم هذا بحكم عملوا ما كولش ياسر مع نيس. بون كان على البنك اغلبيه الماتش وهبط في الربع ساعه الاخر 14 الاخرانيين، كل ماتش كيفاش كل طرحه كيفاش. باتريك فييرا خويا ملي خرج سان ماكسيم بدلوا خويا المخططات نتاعو، تو نورمالمون مازالت هان بورسنتاج اللي باسم استرافي باش ينتقل على شكل اعاره نوت، لكن كيف كيف خويا سان ماكسيم بدلت الوضعيه، بدلت برشا حكايات، مازال كلام خويا من هنا حتى يوفى الماركاتو. لكن حسب اللي نعرفه انا اللي باسم استرافي قريب انه باش ينتقل لنوت بري. الثالث نفس الموضوع، ديفونسور خويا تمنيتو في جمعيه كبيره لاغونتواز ماهيش جمعيه خايبه، ديلان برون مدافع لعمر 24 سنه واللي عدى كان ماهيش خايبه، عدى كان خويا نجم نقولوا هذاك الموجود هذاك المريق البرجولي من احسن ما فما ومن احسن ما عندنا ديفونسوريات باش يخرج بلجيكا، لكن المره هذه مش باش يمشي لفرنسا على الرغم عنده دزانتيري من سانتيتين ومليون، لكن الملاعب خويا على قريب باش يخطى الملاعب اخر تونسي اللي مزكي ينتقل من مونبيلي الكوني اللي السخيري باش قشاره، قول احنا ناقصه 80% انه ديلان برون باش يخرج من لاغونتواز وينتقل لكون الالماني. موضوع تاع ترانسفير مازالوا ما قالوش قداش بالضبط، حاليا هذا اللي نعرفه نجم نقولوا بين 70 و80 من الاخر، عنديكم انا خويا روح الزبد بين 70 و80 بتشوف ديلان برون خويا في كون الالماني. ثاني والله كي سمعت الخبر فرحت له، فرحت له على الاخر على خاطر ملاعب يستحق، برجولي برجولي ملاعب يستحق، وجهك شريده 90% باش نلقاو سيزون هذه في مونبيليي، سومو ترانسفير 1.5 مليون دورو، ريتوال تفاهمت مع مونبيليي، هو تفاهم خويا مونبيليي على ديتاي خويا بيرسونيل بين الكونترا وبين قداش بيخلصوا كل شيء، واش ديك الشيء 23 سنة،
باش ينتقل لجامعية كبيرة، جامعية العفاية للصخيري مونبيلي الفرنسي، جامعية خويا تاريخ كبير، جامعية خويا ينجم خويا يتطور فيها ويتحسن فيها بحكم البوست تاع لير دروا في مونبيلي حاليا مطلوب على الاخر، ينجم يلقى روحه وينجم يعمل معاه ويعبر معاه. الاول المرتبه الاولى ولا ستاش سنين الحكايه اللي قعدت تستنى فيها بدقيقه ودراج خويا من اول فيديو حتى اللي بشوفه تستنى في موضوع هذا في الخبر هذا على نعيم السليت. نعيم السليت خويا شنو هي الحكايه المرهونه؟ انه باش ينتقل واحده من اكبر الانديه في تركيا جلاتا سراي. مرهونه في شكون؟ مرهونه في يونس بلهاندا انه يخرج من جلاتا سراي. الحكايه مرهونه غاد يخرج باش يخلي بلاصه، شكون باش يكون معوض نتاعو؟ حاسب برشا مسؤولين من جلاتا سراي وحاسب برشا خويا من فاينانس جلاتا سراي. الحكايه مرهونه خويا في نعيم مسليتي انه باش يعوض يونس بلهاندا في البوست هذاك، سورتو نعيم مسليتي اللي 27 سنه زادو اوفر على فكره من جمعيه من السعوديه وبالتحديد جمعيه كورفا فخرين بن يوسف وليه الاتفاق، زادو اوفر باش يختار حسام الحدادي 5 ملايين يورو المونطون اللي طلبته ديجون باش تسيب للاعب اللي هو 5 ملايين يورو. بعثت اخويا الاوفر عملت كل شيء لكن الملاعبي خويا رافض فكره انه باش ينتقل للسعوديه. قال لك خويا انا مازلت بعيد عن الفكرة هذيك والفكرة هذيك ماهيش ما تعجبنيش ما نحبش نمشي لها خويا وما عينوش. بعث لوفر الاولى رفضت الجامعية، لوفر الثاني حسب خويا مطالبات الجامعية لكن الملاعب رفض فكرة انه باش يتقل الاتفاق السعودي. جاتو اوفر خويا الانتيرا الكبيرة عندهم من سكارتا سراي كيف كيف مع بعض تحكي على الاربيتيس انا ما سمعتش بها، انا تو اللي في بالي بي هي حكاية جلطة سراي. ابار للموضوع تاع جلطة سراي ما في بالي بحتى حكاية اخرى. حكاية لوام مرسي غلط فهمش منه الموضوع، جملة واحدة صيح ود المدينة وصيح ود مرسي لكن فهمش منه الخبر من الاخر من الاخر عطيتك روح الزبدة اللي فهمه اللي فهمش اللي فهمه طو ما اوفر اوفيسيال لشوات من جمعية من السعودية ب 1.7 مليون دورو لكن سي اس اس قالت الحكاية هذي ومش نخمه فيها الا من بعد طلع خويا الفينال تاع الكوب واخد خويا باش نجبد الدوسي ونخمه اسكو باش نصيبوا الملاعب هذايا ولا لا. لكن حسب ما شفت لي ترونسفير عملتهم السي اس اس حاليا كي جاب الاتاكون المصري عمرو جمال نجم نقولوا 60% ولا 70% اللي شوات باش يخرج من السياسي. الكلام هذايا خويا انا نتحاسب عليه نورمالمون مانوتشو جمال وكمل حسين ثلاثة اتاكونات اون بوانت مش هكاك الموضوع ظاهر ما قاعد يتلمح بشويه بشويه. انا خويا ماذا بيا ما نشوفوش في السعوديه عنده زانتيري من جمعيات في الليغ 2 في الليغ 1 نحب نشوفو خويا غادي كاين السعوديه خويا نحيهم من خاكم وبرجو ليه. وكل عاد نعاود نذكر كما اخر فيديو حكاية الانستغرام حومين تعبي باش مشيش بالفارغ دز فاستك معاي من الاخر اقل حاجة نطلبها منك انك باش دز فاستك خويا تفولويني اللي تراه صالح عام اليوم تاعو تلقاه في ديسكريبسيون انستغرام اللي تراه صالح عام هذاك شنو نقول لك انا بوتوزوت لاخر فيديو طوم عليك انا نقول لك بالسلامة ونتقابلو في فيديو اخر في الامير.